التطبيق الأول للأوسيلوسكوب هو قياس الفولتية المستمرة. الآن أنا عندي هذا هو باور سبلاي قاعد يعطيني 1 فولت. المفروض نستطيع أن نقرأ هذه 1 فولت وين نقرأها بالشاشة. الآن أنا مشغل التشانل رقم 2 على اليمن على الفولتية المستمرة. الآن أنا مخليه على اليمن مخليه على جراوند، فراح أنزل لي جوا راح يصير دي سي، راح نشوف شو يصير عندك. صعد بمقدار مربع، فالإزاحة 1 في الحساسية 1، إذن الإجابة هي شقد؟ هي 1 فولت. الآن لو أنا حغير منا وراح نشوف شو يصير يصعد بالتدريج. الآن شوف صعد مربعين. شلون صعد مربعين؟ لو تشوف عندي هذه صعد مربعين، 2 في 1 2، وهذا احنا شو نشوف 2، وهكذا تستمر. الآن إذا سويته 3 ايش راح يصير بي؟ 3، شوف 3 مربعات، وهكذا نسجل القراءات. احنا نكتب الفولتية المستمرة، قراءة الفولت ميتر هي 1 2 3 4 5، والإزاحات مثل ما شفنا أول مرة 1 في 1، هذه 1 الثانية هي الحساسية، 2 3 4. من وصلت إلى خمسة، شوف إذا أخلي 5 إيش راح يصير عندي؟ شوف إذا وصلت الخمسة، هاي 5 طلع عندي شنو؟ طلع الخط خارج الشاشة. شوف هذا الخط على الجراوند، نخليه على الدي سي يطلع برا. في مثل هذه الحالة شو تسوي أنت؟ تغير الحساسية. الحساسية هي الآن شقد على 1، راح أغيرها أسويها على 2. شوف سويتها على 2، من سويتها على 2 ظهر. فلو نحسبها 1 2.5، 2.5 في 2 راح يصير يطلع عندي، راح يطلع عندي 5. فإذا الحساسية نغيرها عندما ما تظهر عندي صورة وين